تعليقات حضراتكم اذا على تويتر الاغلب رايح لاليو ديانج ورمضان صبحي ومحمد مجدي قفشه. ليا تعليقين برضو على التعليقات. اول حاجه احنا فايلر طبعا احنا بنتكلم على اللعيبه وفايلر بصراحه افضل صفقه يعني، واتكلمنا قبل كده ان فايلر افضل صفقه جت النادي الاهلي، لكن احنا تحديدا بنتكلم على اللاعبين. الحاجه الثانيه بالنسبه لحمدي فتحي وياسر ابراهيم، دول كانوا السنه اللي فاتت. احنا بنتكلم على الصفقات اللي هي جت في الصيف وجت في يناير، تحديدا اللي احنا قلنا الست صفقات اللي اتكلمنا عنها. بالنسبه لاليو ديانج كمان بالتاكيد هو يستحق بصراحه افضل صفقه بالارقام. زي ما قلنا سعر الصفقه قليل جدا، لعيب كان بينافسك انديه اوروبيه عليه وانديه افريقيه وانت نجحت في الحصول عليه، لعيب كسبت عمود فقري وقوه بدنيه ولعيب قوي جدا بدنيا، ولعيب حسسك فعلا ان وسط الملعب دايما انت اللي بتملكه، لعيب اخذ رجل المباراه 4 مرات من 10 مباريات لعبهم، لعيب في دوري ابطال افريقيا، اكتر صفقه جت لعبت في دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان اليو ديانج يستحق بالارقام ان هو يكون، وكمان على عشان سعر الصفقه. الحاجه الثانيه ما ينفعش ننسى بصراحه محمد مجدي قفشه مقدم موسم، يعني بتتكلم في لاعب مساهم في 9 اهداف، احرز 4 اهداف واربعه اسيست في الدوري، مساهم في هدف يعني 9 وحصل على ركله جزاء يعني 9 اهداف في الدوري، وبيقدم موسم كويس في دوري ابطال افريقيا كذلك. برضو الباقي كويس جدا يعني محمود متولي بتستغله، اتكلمنا قلنا ان هو لعيب جوكر بيلعب ساعات مساك بيلعب ساعات كارتكاز، كذلك رمضان صبحي لو كان الاصابه ابتعدت عنه اعتقد ان هو كان هيبقى افضل صفقه جت، وكان هيبقى افضل لاعب في الموسم لان ارقامه في اول 6 مباريات لعبها بسم الله ما شاء الله. ونتمنى ان رمضان يرجع لمستواه ويشارك في دوري ابطال افريقيا تحديدا عشان ان شاء الله يعني يترجم لنا باذن الله السنه دي وناخد بطوله افريقيا. اذا صفقات كلها مميزه الحقيقه، الواحد تحتار تختار مين وما تختارش مين، ولكن في النهايه هي صفقات هامه جدا ومميزه جدا. الاهلي ما بيجيبش صفقه وحشه بصراحه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور احمد شكرا، وبالتوفيق باذن الله في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ازمات التحكيم، ازمات تحكيم